انتشر البارحة فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يغني في البرنامج الغنائي الشهير عالمياً والخاص بالهواة The Voice، حيث يختبر أمام لجنة مؤلفة من 4 مشاهير. وجاءت التعليقات ساخرة على هذا الفيديو باعتبار مهمات بوتين السياسية مصيرية في هذا الوقت تحديداً، فهو ليس وقت الغناء. من يشاهد الفيديو يصدق مضمونه، فهذا هو فلاديمير بوتين بنفسه يغني. ما من أحد ينتحل صفته أو يقلده لا شكلاً ولا صوتاً، لكن الزيف انكشف رغم حرفية من ركب هذا الفيديو على أن بوتين يغني في برنامج The Voice. فقد جرت الاستعانة بفيديو يعود إلى العام 2010 عندما غنى فلاديمير بوتين في حفل لجمعية خيرية في سان بطرسبرغ لجمع التبرعات المخصصة لمكافحة سرطان الأطفال بحضور نجوم كبار أمثال كيفين كوستنر، جيرارد بارديو، شارون ستون، مونيكا بيلوتشي وغيرهم. فغنى بعدما أحرجته مقدمة الحفل، والفيديو الذي يعود إلى 3 سنوات مضت جرى تركيبه على مشاهد من برنامج The Voice لأسباب واضحة، وهي السخرية من الرئيس الروسي.